السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هعمل معاكم وجبه غدا بورك واحد. ورك واحد هنعمل بيه وجبه غدا تكفي 6 اشخاص او 7 اشخاص. هو ورك واحد هنعمل بيه وجبه الغدا بتاعت النهارده. يلا نبدا كده ونقول بسم الله. حطيت حله على النار، هسيبها لما تغلي، وايه هنسلق بقى الورك ده عشان نشوف هنعمل النهارده بيه. الميه خلاص هي كده غلت، حطيت الورك، انا قسمه نصين عشان ما ياخدش وقت في السوى، وهحط له مكعب مرق الدجاج. وهغطيه بقى علشان ايه اسيبه يستوي. كده الورك خلاص استوى. وطلعته بقى وفصصته زي ما انتوا شايفين قطعة صغيرة. وعندي بقى ملوخية، حط بقى الملوخية على الشوربة. وجبة سريعة وكلنا بنحبها، مش هتحتاجي تعملي حاجة جنبها، هو المخلل جنبها وهتبقى أكلة كاملة. هفككها بقى من بعضها كده وأقلبها. ملحها مظبوط وحط لها مرقة الدجاج وتمام التمام. بدأت تغلي بقى معايا اهي. انزلوا تحت الفيديو حطوا لايك، هجيب بقى طاسه على النار قبلها بقى هجيب قطع الفراخ الورك اللي انا فصصته، هحطه بقى على الملوخية. شفتوا بقى الورك عمل ايه؟ ده كله على الملوخية، هتبقى الملوخية بالفراخ. مش باين انت حطيتي فيها قد ايه، هو ورك واحد هيخلي الملوخية كلها دسمة. وحطيت طاسة على النار، هحط بقى فيها كام فص من الثوم على حسب الملوخية، على كمية الملوخية اللي عندي. اخليه لونه يصفر بس كده. حطيت معلقة سمنة وحطيت الثوم يحمر. التوم خلاص كده اصفر معايا، حط بقى الطشة دي على الملوخية. وايه رايكم بقى في وجبه الغدا دي؟ احلى اكله.
بقت ملوخية بالفراخ من ورك واحد بس، وهتكفي أكتر من 7 أشخاص. هنغرف بقى الملوخية ، مش محتاجة جنبها حاجة غير طبق مخلل وهتبقى أكلة زي الفل ، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.